اسمك ايه يا حاج؟ سيد جلال سيد. ايه قصة المسجد بقى اللي احنا واقفين قدامه؟ قصة المسجد احنا صراحة جينا ده من ايام صراحة كام 60 64 زي كده، ده الجامع مبني من بدري على الوتراتي. انا طبعا طلعنا لقينا ده الناس كبار برضو امامنا وكده، بتاع الحاج عز الدين قبليه برضو عايز مؤذن كان، وحاج سلبان خدمة برضو كان قبلينا. احنا بقى جينا استلمنا علينا بتاع من 93 كده، شهر 5/93 عينت انا بقى بصراحه. المسجد ده مثلا حصل له عمليه ترميم او حاجه زي كده؟ والله لا، الشباب بتوع البلد برضو قبل كده يعني قال لك هنجدد المسجد وكده، يعني عملوا ديكور مثلا معجون وبهيه من جوه ظبطوه يعني قبل كده. المكتات كل فتره بتاعت مكتات بصراحه بنفرش جديد، الناس بتبعت من القاهره وكده يعني. بس الدور ده برضو قبل رمضان كان عايزين يعمل الموضوع ده برضو، كان عايزين يظبطه برضو ويجدد مثلا البهيه وكده جوه، بس لا الوقت اتزنق قال لك سيب بعدين خليه بعد رمضان وكده يعني. يجي له بقى مشايخ مشاهير هنا بقى؟ لا بيجي اول امبارح كانوا هنا بتوع اسوان برضو، كانوا عندنا مشرفين، كان في عاملين فطار هنا جماعه الشباب ويوم فطر هنا وصلوا. يعني ده يعتبر فعلا اقدم مسجد في النوبه؟ اقدم مسجد.